أنا الدكتورة نجية من دبي كوسمتيك سيرجري، حيث أشتغل كطبيبة عامة. سأتكلم اليوم عن موضوع الميزوثيرابي أو الحقن الموضعي بالإبر. تعتبر الميزوثيرابي وسيلة طبية ناجعة، وقد اخترعت في سنة 1952 من طرف الطبيب الفرنسي ميشيل بيستور. المجالات التي أثبتت فيها الميزوثيرابي نجاعتها هي الطب التجميلي، الطب الرياضي، والطب المخفف للألم. بالنسبة للطب التجميلي، فهناك ثلاث مجالات أثبتت فيها الميزوثيرابي نتائجها الجيدة، وهي تساقط الشعر، تجاعيد الوجه، والسيلوليت. الميزوثيرابي يجب أن تتم على يد طبيب متمرس، حيث يقوم بحقن بعض الأدوية المنتقات بالجرعة اللازمة في المكان المناسب.